أهلا بكم من جديد إلى عالم الجمال وجلسة تصويرية عن الاختلافات بين المكياج العادي والإبداعي. الإبداعي نتابعه سويا. جلسة تصويرية مستوحاة من عالم البريق أمام عدسات كاميرا سيدتي الكثير من الجليتر المتداخل والمتموج الذي يمنح المرأة إطلالة استثنائية. هلأ عم نحضر العين وحط شيء أقوى شوي ذهبي على أصفر ها كل العين. مثل ما عم نشوف كله جليتر ألوان جليتر أكيد تبعتوني من أول ما بلشت كيف نحط الجليتر وما يهز على الوجه. وبعد الانتهاء من المكياج اللامع حضرت بصمة المصمم اللبناني نيكولا جبران الذي صمم خصيصا لسيدتي قبعة ارتدتها العارضة في جلسة التصوير. مشاهدينا عندنا تقرير على فوتوشوت أو جلسة تصويرية ونعود إليكم. أزياء وملابس من عدة ماركات عالمية تعبر من خلالها المرأة عن روحية تتميز بالحرية التامة في الاختيار في مكان جمع بين الحقل والبحر ليحافظ على طابع أيام الستينات والسبعينات. اليوم عندنا تصوير تام بوهيميان بوهو شيك، يعني البوهيميان شيك اللي مثل ما عم بتشوف تيه بلوث وبري رومانتك انسبايرد شوي من الستينات سبعينات. البوهيميان شيك يعني بيخلط ألوان كتير مختلفة، ما ضروري يكونوا بيلبقوا يحسون، بس أكتر بيدلوا عن حرية بالاختيار، حرية تفكير وحرية ستايل. يعني يصدر أحياناً البطن أصواتاً لا نعرف لها سبباً. نتعرف عن هذه الأصوات المسموعة والتي قد تصدر من داخل البطن أو بطن الإنسان وقد تسبب للبعض نوعاً من الحرج حين يكون بصحبة الآخرين، بينما يعزوها البعض أنها أصوات الجوع. دعونا نشاهد التقرير التالي ثم نعود لنكمل. تصدر في بعض الأحيان أصوات من البطن قد تزعجنا ونخجل منها، خاصة ولو كنا وسط الأصدقاء أو الأقارب واستمعوا لها، إذ يعتقد البعض أن الأصوات الصادرة من داخلنا ما هي إلا إشارة للجوع، ولكنها غالبا أصوات الأمعاء نتيجة حركتها عند دفعها للطعام، وهذه إشارة إلى أن القناة الهضمية تعمل بشكل جيد. معظم الأصوات الصادرة من البطن طبيعية، إلا أن هناك حالات تعتبر مرضية كمرض انسداد الأمعاء الوظيفي العلوص، حيث تشير قلة الأصوات البطن إلى قلة نشاط الأمعاء، وقد يؤدي هذا الخلل إلى تمزق جدار الأمعاء نتيجة تراكم الطعام والسوائل والغازات فيها وانسداد الأوعية الدموية. زيادة أصوات المعدة بشكل مفرط قد يعني زيادة في نشاطها، وقد تكون الأسباب نتيجة الإصابة بإسهال أو حساسية في الطعام أو نزيف في الجهاز الهضمي أو إشارة طبيعية لنشاط الأمعاء بعد تناول الطعام، وفي كلا الحالتين يستدعي الأمر إلى كشف سريري أولاً وإشاعات للمعدة وتحاليل لتوضيح نوع المشكلة. بشاير نجار لسيدتي جدة. مزيد
للتحديد حول هذا الموضوع مع زميلتي خلود في جدة. إليك خلود. نعم جيهان، بالفعل هو موضوع مهم ويعرض الكثير من الأشخاص للحرج، خصوصا إذا كان مع الكثيرين أو الآخرين من الأصدقاء. إذن مشاهدينا الكرام، الحديث أكثر عن هذا الموضوع، تفسيره وتحليله وأسبابه، خليني أرحب بضيفنا في الاستوديو الدكتور أحمد الخماش، أخصائي الباطنة. أهلا وسهلا بك دكتور. أهلا وسهلا، وأشكركم على الاستضافة، إن شاء الله المستمعين يستفيدوا من معلومات. أهلا وسهلا. تفضلي. دكتور، أول شيء هذا الصوت كما ذكرت أنه هو يعني نجهل أسبابه، الأغلب يعزو للجوع وإلى آخره، فإحنا حابين من حضرتك نعرف أسباب هذا الصوت الذي يصدر من البطن. طيب، أولا بسم الله الرحمن الرحيم. الموضوع أنتم بتتكلم عن الصوت، للصوت هذا عرض من أعراض اضطرابات الجهاز الهضمي عموما. أسبابه زي ما تفضلتي، أغلب الناس يعزو إلى الجوع. والجوع سبب من أسباب فعلا، لكن السبب الرئيسي بصراحة هو الغازات، تراكم الغازات داخل الجهاز الهضمي. وفي عندنا إحنا شيء معروف اللي هو الحركة الدودية للجهاز الهضمي. حركة معروفة يعني بتبدأ من المريء وبتنتهي في المستقيم. بنفس الموجة هذه تبدأ وتنتهي. لما يكون في اضطراب في الموجة هذه، يعني بتوقف في النص في الأمعاء مثلا، فالغاز بينحشر في المنطقة دي، فبيكون الغاز محصور في منطقة معينة. طبعا الأسباب كثيرة، يعني هذه مشكلة المتعارف عليه الجوع دكتور. الجوع متعارف عليه. أولا أنا ما أبغى المشاهدين يخافوا، الموضوع جدا بسيط ولا يستدعي أنه المريض أو الشخص يزور الطبيب. لكن العادات السيئة في الأكل، أغلب الأسباب ترجع لعاداتنا واللايف ستايل بتاعنا، الأكل، تنظيم الأكل، نوعية الأكل. فالأسباب رقم واحد وجود غازات أو هواء زائد داخل التجويف الأمعاء والمعدة. السبب الرئيسي الأول هو بلع الهواء، إما عن طريق مضغ اللبان باستمرار. الإنسان بيبلع لبان، بيبلع الهواء ومو عارف، بيبلع بياكل لبان طول الوقت، هذه واحدة. التدخين السجائر أو الشيشة أو المعسل، الأشياء هذه بتخلينا نبلع هواء، الهواء هذا المفروض إنه يطلع. فإذا ما طلع، يا إما عن طريق التجشؤ اللي هو اللي بنسموه بالعامية التكريع، أو عن طريق الغازات، إذا ما طلع فين حيبقى؟ حيبقى في الأمعاء. بس دكتور كل الأسباب اللي ذكرناها حتى الآن هي أسباب طبيعية ولا خوف منها؟ ما في خوف منها، أنا ما بتكلم عن الأمراض لسه، الأمراض هذه أنا هنا بسألك دكتور، هذا مجال آخر. فطبعا نبدأ من الفم. الجهاز الهضمي هو عبارة عن جهاز طبعا. يبدأ من الفم وينتهي الفم وظيفته المضغ، وفي انزيمات تمضغ الكربوهيدرات. يعني يمكن الواحد لو اكل قطعه خبز او بسكويت ومضغها مزبوط حيحس بطعم السكر، لانه في انزيمات مسؤوله عن هضم الكربوهيدرات في الفم. فاحنا ما بنستخدم الفم المضغ بطريقه صحيحه، بناكل او الناس بتاكل بشراهه مثلا، باستعجال بيبلع الاكل دون ما يمضغ، خصوصا الخضروات اللي هي فيها مواد يسموها بولي ساكرايد او اوليغو ساكرايد، اللي هي حاديات السكر او متعدده السكر. في مواد اذا ما انهضمت في الفم او مضغت في الفم حتبقى في الجهاز الهضمي. البكتيريا النافعه الموجوده في الجسم اللي بتحمينا بتتغذى على السكر ده اللي موجود، بتطلع لنا غازات. في المضغ مهم جدا، يعني قد ما يكون في سبب مرضي اصلا، يعني المريض ما بياكل او الشخص ما بيمضغ الاكل، هذه مهمه. يمكن انتم ذكرتوا اسباب اللي هي شرب الغازيات والاشياء اللي هي فيها غاز اصلا. فالغاز هو السبب الرئيسي في متى لازم الواحد ينتبه ويتوقف اذا كانت الحاله دي مثلا غير طبيعيه؟ طيب، هو طبعا اذا صاحبه، هو العاده بيكون بدون الم، ما في الام مع الصوت. اذا صاحبه الام او امساك شديد مؤقت، في الحاله دي الواحد يبدا يسال نفسه، هل في مشاكل؟ هل في انسدادات في الامعاء؟ هل في مثلا لا سمح الله تقرحات؟ طبعا في اصوات تصدر عن طريق امراض مزمنه في الجسم، في الجهاز الهضمي. والامراض هذه تختلف، يعني في الاطفال في امراض معينه، في الكبار في امراض معينه،
في امراض وراثيه وفي امراض مكتسبه، لكن بتكلم بشكل عام. القولون العصبي احنا بنشوفه كثير، يمكن بسبب ضغوط الحياه والستريس الناس اللي عايشه فيه، بعدم تنظيم وقت الاكل، الوقت يعني الجسم لما نعوده على وقت الغداء الساعه 2 من 2 ل 3 هذا وقت الغداء، الجسم بيتاقلم بيتكيف، يعني جسم الانسان بيتكيف في اي بيئه. فلما احنا نعوده على مثلا نظام معين خلاص يعني سبحان الله بيبدا يستجيب لحركه الامعاء، الهضم بيبدا يتحسن. فعندنا اسباب شائعه اللي هي عدم تنظيم الاكل، عدم تنظيم النوم، لانه احيانا بعض الناس يعني بيبلع كمان ريقه وهو نايم، هذه مشكله ثانيه يعني، لانه مو منظم نومه. بلع الريق في اثناء النوم برضه والهواء بيدخل بطريقه غير طبيعيه للجسم. النوم مباشرة بعد الأكل هذا غلط، المفروض الإنسان يستمر ساعة ساعتين قبل ما ينام بعد الوجبة الرئيسية، يسمح للمعدة أنها تفرغ الأكل اللي فيها، فالنوم مباشرة برضو بيعمل دكتور مشكلة. أبغى أسألك سؤال بخصوص هذا الصوت اللي أحيانا بيعرض الآخرين للحرج، الصوت اللي يصدر من البطن طبعا، كيف ممكن كثير من الناس يعني بينتظروا إجابة على هذا الموضوع، كيف ممكن يسيطروا على الموضوع إذا كانوا في مواقف مثلا اجتماع؟ في اللحظة نفسها تقصدي؟ في اللحظة نفسها يعني يمكن ما في شيء، في حبوب معينة، في أدوية معينة زي الديسفلايتيل، زي البيانو اللي هي سبلمنتال، هذه جديدة اللي هي سبلمنتال دايت، هذه ممكن تساعد الواحد ياخذ حبة بتخفف الغازات، لكن الصوت كصوت ممكن واحد يعمل تدليك على البطن على المنطقة نفسها باليد، وبعض الناس بيستخدم ممكن يستخدم زيوت معينة أو فيكس، حتى الفيكس اللي هو الفيكس العادي تدليك دائري على البطن، تدليك البطن بالفيكس أيوة يساعد، تدليك دائري على البطن يخلي الأمعاء ممكن يعني الأماكن المنقبضة في الأمعاء تفك، فالتدليك هذا ممكن يساعد في لحظتها، لكن عشان ما نوصل للمرحلة دي انه تصير عادة وتصير شيء سيء بالنسبة للشخص، نرجع لللايف ستايل تبعه، نقول له تعال انت ايش بتاكل، ايش 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 نظامك، انت متى تصحى، متى تفطر، متى تتغدى، متى تتعشى، ايش نوعية الاكل اللي بتاكلها، هل تاكل بقوليات، خضروات، اشياء فيها فليفرز زي الفلفل، البهارات لا، البهارات الكمون ترى على فكرة الكمون ممكن يساعد انه يقلل الغازات، مو كل البهارات، البهارات السبايسي، الخضروات كثير لكن اللي اشهرها هي البصل لانه ما بينهضم مزبوط، الملفوف او ما بيتمضغ مزبوط يعني، تمام. فهذه اشياء تتخمر في الجسم. الخضروات اللي هي قلت لك البصل، الملفوف، اللفت كمان، يعني هذه الخضروات فيها مواد تتكسر للجزيئات صغيره، الجزيئات الصغيره هذه هي اللي تعمل الغازات او تساعد البكتيريا انها تتغذى عليها. دكتور هو يمكن زي ما حضرتك تفضلت وذكرت، هي القصه كلها قصه لايف ستايل او طريقه style. اسلوب حياه، هذا النوع اللي هو نقدر نقول ما هو مخيف. نجي للنوع الثاني. بس دكتور عفوا احنا يعني يمكن حنتكلم عن ده الموضوع لانه متشعب وكبير، فحنتكلم عليه ان شاء الله فقرات ثانيه وحلقات اخرى. احنا نشكر تواجدك طيب في سيدتي. الله يعطيك العافيه. وبالعكس احنا سعدنا بالمشاركه، وان شاء الله حلقات ثانيه نتكلم عن الامراض اللي تسبب الغازات والاصوات. شكرا لك دكتور، يعطيك العافيه. اهلا وسهلا. اذا مشاهدينا الكرام اسمحوا لنا ان ننتقل الى تقرير اخر، حيث اطلق موقع سيدتي نت حمله لتشجيع ممارسه الرياضه، فقامت المدربه الرياضيه روزي بتدريب الموظفين في موقع سيدتي نت واعطاهم بعض التمارين الرياضيه اثناء او في فترات الاستراحه من الوظائف. خلينا نشوف التقرير هذا اللي يعطينا تفاصيل اكثر عن الموضوع، نشوفه سوا. كنت السيدة فيه رح نعمل سبور، رح نستدعي كم مدموزيل حلوين لنعمل رياضة، خاصة اللي بيقعدوا على المكاتب مشان كتافهم مشان الرقبة، بقى في صدر الصبايا. ناو رح نبلش من انهيل لتحت، اوكي اكسهيل داون، اجين انهيل and exhale down, inhale. Okay, now نجيب الإجرين مع بعضنا، نطع الركاب معدة لجوا، ناخد الإيدتين كلنا على جهة واحدة، إيدين ورا الراس،
ستريتش من الساق، نعمل تنفس انهيل، نرجع كمان لفوق، ناخذ الاصبعين ستريتش لفوق، اجينا بند معدة لجوا، ناخذهم على الجهة الثانية انهيل اند اكسهيل، بنضلنا شادين. نعم رح نعمل سيركلز مع تنفس كلوك وايز، دائرة مثل عقارب الساعة. بهيدا الاكسرسايز لازم يكونوا الكتاف مرخيين مرتاحين، خاصة نحن اوريدي عندنا تشنج، سو نتنفس انهيل اكسهيل. إذن ربما كلنا بحاجة إلى مثل هذه التمارين. بعد هذه التمارين الصحية اسمحوا لنا أن ننتقل إلى فاصل قصير ونعود باقي فقرات سيدتي، خليكم معنا. أنت متفوقة معها والطموحة معها، أنت السعيدة معها، الرابحة معها، معها أنت الشابة الدائمة، سيدتي، سيدة المجلات العربية. سيدتي نت، معك أثناء دراستك، معك في مملكتك. ومجلة سيدتي لكل فرد من عائلتك. وموقعها الجديد لكم ومعكم كل لحظة. في سيدتي بعد الفاصل، سارة المدني تتحول من الإخراج إلى تصميم العباءة.